ما بتعرفش تتصور صح؟ ولا انا كمان يا صاحبي. الراجل دوت هيعلمنا كده شوية صور نقدر نعملها ونتصورها يا صاحبي بأبسط الإمكانيات وبأبسط الطرق. وكمان لو انت فوتوغرافر بتاع بص مصوراتي والكلام دوت هتقدر تظبط الدنيا وتعمل صور عظمة وتقدر تبيعها بفلوس. كل اللي عليك انك تحفظ الفيديو دوت عندك وتعمل شير للفيديو وتصلي على النبي في الكومنتات. الموضوع سهل وبسيط.